تخفيض تذاكر السفر على متن الطائرة نحو الرحلات الداخلية بين مطار العيون ومدينتي الدار البيضاء أكادير منذ شهر يونيو من عام 2013 لا تزال انعكاساته الإيجابية تتجدد على رواج مطار الحسن الأول، فإلى حدود شهر دجنبر الماضي ارتفع عدد المسافرين بما يفوق 15%. بالنسبة لمطار الحسن الأول احنا كنا سجلنا تقريبا أكثر من 129,000 مسافر مقارنة مع السنة الفارطة يعني 2013، سجلنا تقريبا 113,000 مسافر، وهذا راجع يعني لثمن التذكرة اللي كان منخفض وكان كيشجع الناس ديال الأقاليم الجنوبية ولا الناس يعني من الشمال باش يجيو للجنوب، كان ثمن يعني مناسب جدا، يعني نقدر نقولوا قريب للثمن ديال الحافله، كاين واحد الفرق ديال 200 درهم ولا 250 درهم بيناتهم. حركة البضائع والسلع بمطار العيون شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا السنة الماضية بنسبة تتجاوز 25%. بالنسبة للشحن، الشحن كان واحد الارتفاع مهم، هذا العام تقريبا سجلنا أكثر من 550 طن، العام اللي فات تقريبا شي 444 طن، يعني كاين واحد الارتفاع يعني ملموس، كاين يعني تجار عندنا اللي كيجيو معنا الشحن من اماكن بعيده، من الامارات، من لاس بالماس، ويعني لقاو المطار هو يعني المكان القريب لهم بالنسبه للشحن ديالهم. استمرار الدولة في ضخ حوالي 87 مليون درهم في صندوق الرحلة الداخلية بين وسط وجنوب البلاد سيتواصل معه حتما ارتفاع مؤشرات رواج مختلف مطارات الأقاليم الجنوبية للمملكة.